أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني. يا محلى العلم لما دايما يرتبط بالرياضة والكلام في الثقافة الكروية وما حولها، مهم الناس تعرف انه مفيش منظومة بتنجح الا لما تكون وراها تفاصيل، والتفاصيل الصغيرة ديت اكيد هيبقى ليها علاقة بالتغذية، ليها علاقة بالامور الطبية، ليها علاقة بتجهيزات اللعيبة. الناس شافت الفترة اللي فاتت لعيبة النادي الأهلي الفورمة بتاعتها بقت عاملة ازاي. لعيبة النادي الأهلي كلها عاملة فورمة الساحل، وفورمة الساحل ديت لما تيجي تسأل هتلاقي انه ليها مواصفات وليها شغل كتير جدا جدا، وهيفرق كتير في تعامل اللعيب، لانه لعيب الكرة ما بقاش زي زمان. زمان كانوا بيضحكوا على الناس يقولك ما تلعبش حديد، ما تروحش الجيم عشان جسمك ما يتقلش، عشان وسطك ما ينشفش، عشان ده هيأثر عليك سلبا، ففي الملعب ما بقاش عندك الليونة المطلوبة. الكلام ده كله دلوقتي اتضرب بيه عرض الحيطة. اللعيب الجامد هو اللعيب اللي عنده عضلات قوية يعرف يلتحم بيها، عنده منظومة جسدية وعضلية قوية توقفه على رجليه. الكلام الحلو ده كله بنقوله ليه؟ لانه ضيف حضراتكم واحد من اللي نجحوا في فتره قصيره جدا مع النادي الاهلي، الدكتور عبد الرحمن سعيد استشاري التغذيه بالنادي الاهلي. يا دكتور مساء الورد والف مبروك. مساء الفل، ازيك يا ابراهيم؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا زي الفل. كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. دي وانت بتشوف الفيلر قلت لي اغلى ميداليه. اغلى ميداليه في حياتي. والله. اغلى انجاز في حياتي. اغلى انجاز في حياتي. حقيقي. ميداليه البرونز. ميداليه كاس العالم. انا قلت لك ان يمكن كان اما شلت ميداليه افريقيا كنت قلت ان بيني وبنفسي يمكن ده اغلى انجاز انا ممكن اكون عملته مع النادي الاهلي. التاسعه وبعد الفتره الغياب بتاعتها. بس لا، ما تروح كاس عالم ابراهيم، موضوع كاس عالم وربنا يكرمك ويبقى فيه التتويج وربنا يتوج المنظومه كلها باجتهاد اللعيبه ومجلس الاداره وسعينا كلنا. لا لا، التكريم والاحساس بتاع ان انت في منظومه كبيره زي النادي الاهلي وتحقيق الانتصارات معاها، احنا دوري كاس افريقيا تالت عالم في كاس عالم انديه، ولسه ان شاء الله عندك سوبر مصري وسوبر افريقي. حاجه عظيمه. حلم ابراهيم، حاجه عظيمه. نروح للتقرير ومن بعد التقرير نخش على التفاصيل. يلا بينا. يلا بينا. دائما ما يعمل الجميع على قلب رجل واحد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق النجاح وتلبية طموح الجماهير، فالاحترافية والتفاني في العمل هي الأسباب التي وضعت المارد الأحمر على طريق العالمية. وبعدما حصد النادي الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية، هناك العديد من الجنود المجهولة داخل القلعة الحمراء، ومنهم طبيب التغذية بالفريق الأحمر. ويحل اليوم ضيفا على جمهور التالتة الدكتور عبد الرحمن سعيد طبيب التغذية بالقلعة الحمراء، حيث يمتلك خبرة كبيرة للغاية في هذا المنصب. تخرج سعيد من كلية الطب جامعة عين شمس عام 2010، وهو أخصائي التغذية العلاجية والسمنة وتغذية الرياضيين بنقابة أطباء القاهرة، كما أنه حاصل على زمالة الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية، بالإضافة إلى أنه عضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية. وأثقل عبد الرحمن سعيد نفسه في مجاله، حيث حصل على دبلوم التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين بالمعهد القومي للتغذية، فضلا عن حصوله على دبلوم التغذية العلاجية من جامعة كامبريدج ببريطانيا، كما أنه محاضر لتغذية الرياضيين برابطة محترف اللياقة البدنية الدولية، ومحاضر تغذية أيضا بالاتحاد العربي لكمال الأجسام. وعاشت الرياضة فترة عصيبة خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، حيث تسببت الموجة الأولى في دخول الجميع داخل حجر صحي، وهو ما جعل مهمة طبيب التغذية كبيرة من أجل التواصل مع اللاعبين ووضع نظام غذائي معين من أجل اتباعه ليكون اللاعبين في قمة لياقتهم. واستطاع الأهلي في موسم الكورونا تحقيق العديد من الإنجازات، منها التتويج بالدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، فضلاً عن الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قطر 2020. عن طبيعة عمله داخل الأهلي كواليس معسكر المارد الأحمر الأخير في كأس العالم للأندية، كيفية ضبط أوزان اللاعبين وكيف تعامل معهم في أزمة كورونا، تفاصيل تجهيز اللاعبين لمواجهة كأس العالم للأندية، وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتها. كل هذا وأكثر يجيب عنه الدكتور عبد الرحمن سعيد ضيف جمهور التالتة مع إبراهيم فايق. طيب، عايز ابتدي معاك من اول ما ابتديت تشتغل مع منظومه اللاعبين في النادي الاهلي. ابتديت من انهي حته؟
بص صعب ده ولا ايه؟ لا بس يعني بقى بنبدا من بدات من زمان يعني انا بادئ يمكن من داخل في سنه وشويه في النادي سنه ماشي. وشهر تقريبا ماشي. اول ما جيت النادي كان هدفي ان انا ابدا اخش في منظومه اللاعبين ابدا اشوف اللعيبه هنبدا نتعامل معاهم ازاي اسسمنت سريع كده لكل لعيب كان بيتم بسرعه انت فين ناحيه كنا في وسط موسم كنا ساعتها كان الفرقه راجعه من ماتش الهلال في السودان في ماتش افريقيا ده كان اول تعامل رسمي بيني وبين الفريق اوزان سريعه للعيبه بدا يعمل لهم اسسمنت فول اسسمنت او تقييم كامل ليهم لنسب دهون جسمهم لمحتواهم العضلي وبدات مره واحده دخلت علينا ايه الكورونا وبقيت مجبر ان ابدا اتعامل مع اللعيبه معظمها او كلها لو قدرت من البيت وده لقيت فيه استجابه كبيره جدا كانت لسه الحياه في البلد ماشيه شويه فكانت الناس بتبدا تجيلي حتى العياده يعني كان معظم اللعيبه النهارده لو النادي النشاط ما كانش ممارس كان بيبدا يشوفوا الكلام ده معايا فين في العياده ماشي. نقدر نحط برامج التغذيه بتاعتنا ونبدا نتابع اوزاننا والنسب في جسمنا النتائج كانت جميله جدا معظم اللعيبه كانت زي ما بنقول كده بلغتنا احنا في الطب اي كلاس تمام وده نتج عنه اللي شافته الناس كلها فتره بعد الكورونا او بعد التوقف اللي كان حصل في الدوري الدوري رجع كان اقل مشاكل عند كل الفرق كان فين كان في الاهلي وكان ضرب مثل بكابتن حمدي ربنا يحميه طبعا ورجوعه من اصابته كان اثار ضجه كبيره طبعا بالمستوى ربنا يحميه طبعا ويبارك لنا فيه الراجل راجع من الاصابه احسن من سابق الاصابه كويس تمام فكان زي ما قلت لك المنظومه بدأ بتعامل دايركتلي مباشره ثم الانقطاع بتاع الكورونا كان التواصل فيه كله عن طريق الاونلاين تقريبا او العياده الشخصيه بتاعتنا وبعد كده رجعنا تاني للدوري واستمرار المنظومه كلها طيب فكره التعامل مع كل لعيب على حده وانت عندك 30 لعيب بالظبط بالظبط بيكلفك ازاي في الوقت وكل واحد عنده طريقته سواء في الاكل سواء في جسمه نفسه اللي عنده مثلا معدل حرق عالي جدا جدا واللي عنده معدل حرق بسيط واللي عنده معدل حرق متوسط زي بقيه الناس في لعيب معين بيحب اكلات بعينها في لعيب تاني لا يفضل النوع ده من الاكلات انت بتتعامل مع امزجه مختلفه بالزبط. رغبات مختلفه ولازم توصل لنتيجه واحده انه اللعيب ده لازم يبقى فت على المستوى العضلي دي بتتعامل معاها ازاي خدت وقت مني يا ابراهيم خدت وقت مني وان انا ابدا يعني النهارده بتكلم مع كابتن فلان يا محمد مثلا احنا عايزين نبدا نحط وجباتنا على اليوم في المدار كذا عايزين ادخل فيها منتجات البان منتجات اجبان لا اصلا ما باكلش مثلا السمك لا انا بفضل اللحوم انت 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 في كاس العالم كنت انت وجبه بايدك انت ده مش كاس العالم ده من يوم ما دخلت النادي والله العظيم من يوم ما دخلت النادي وجبه بايدك انت اللي بتحطها بالظبط بالميزان للعيبه بالمعايير ليهم كلها كل لعيب ليه وجبته بص يا ابراهيم انا ما دخلت النادي انا كان عندي منظومه في دماغي عايز اقررها ان فكره ان اللعيب يخش على بفيه الله 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 وعامل باكنج وبتاع وشغل يعني كل لعيب بالرقم بتاعه ده رقم لعيب ده كهرباء ده وجبه كهرباء ساعتها في معسكر من المعسكرات ده كنا في اسكندريه تمام فكره ان اللعيب كان بيخش المعسكر يخش على البوفيه وياخد الاكل بتاعه ويخش ياكل انا لغيت الفكره دي تماما النهارده اللعيب ابراهيم بيخش ياخد ايه بياخد البوكس بتاعه وجبته اللي انا وهو متفقين عليه والله فالنهارده انت مفيش اللود او العبء بتاع ان اللعيب يفكر انا هاكل النهارده او محطوط لنا اكل ايه المنيو او يعك حاجه مش خالص. ما تظبطش انا بشرف على الاكل من تحضيره لغايه تقديمه والله يعني دي حتى مش حلوه مش جدا وارد ان يتقدم اكل انا ما اعرفوش والله او اكل انا مش وافق عليه وده سمح لي بيه النادي يعني النادي اطلق يدي كده عبد الرحمن اللي انت شايفه في صالح المنظومه لعيب الكوره اعمله فبدانا نشرف على المنظومه يا ابراهيم من اول المطابخ ازاي الاكل يتقدم للعيبه ازاي الاكل يتحضر للعيبه يتوزن ويتقدم لهم في الباكس اللي انت بتشوفها دي ويبدا اللاعب يخش هو هدفه ايه بس المكونات دي معموله بناء على توجيه قياسات كل لاعب بالظبط صح كده بالظبط فسعد سمير بياكل اكل غير اللي هياكله سعد مثلا يفضل الرز مثلا بناخد مثلا 250 جرام لا اصل هاني هياخد 150 جرام مع 200 مثلا جرام فراخ لا اصل سعد ما بيحبش الفراخ فممكن ياكل وهكذا فتعوض له بروتين بحاجه تانية لحمه غير او كفته او لان انت بتحضر في البوفيه اكتر من حاجه اذواق مختلفه ودماغك محضره ال 30 لعيب حقيقه والله برافو عليك والله برافو عليك ما شاء الله عليك كان مسار جدل والله وشك في ده بس قلت لهم يا جماعه تعالوا نتفرج مع بعض والوجبات بتتعمل وكل لعيب النهارده اللي يخش النهارده البوفيه وما يلاقيش وجبته يسالني يا عبد الرحمن فين اكلي؟ يعني لو انا لسه ما كنتش لسه خلصت الكلام ده بياخد مني وقت يا ابراهيم يعني لو هنقول مثلا بالتايم لاين مين اللي حط فيك الثقه دي؟ العلم لا ما اقصدش اكيد العلم هو اللي وقفك على رجليك واكيد العلم هو اللي جابك النادي الاهلي انما مين قال لك
عبد الرحمن تعالى انت، احنا هنطلق، احنا واثقين فيك، انت تعالى اعمل الحته ديت واحنا هنبقى. بص هو انت تم دخولك النادي الاهلي يعني انا اكن الفضل في ده تماما يعني جمله وتفصيلا. مبدئيا دكتور خالد كان رئيس الجهاز الطبي في فتره اللي انا دكتور خالد محمود، دكتور خالد محمود مش رئيس الجهاز الطبي، تمام، كان رئيس الجهاز الطبي في فتره اللي انا كنت فيها ويعني الاخ الفاضل او صديق الفاضل دكتور ابو العلا عظيم، كان هو من يعني من كان ليه طبيب منتخب مصر الاول بالظبط، هو اللي كان ليه يعني الريكومنديشن او التسكيل عبد الرحمن مع دكتور خالد في وجودي في النادي، والثقه دي انا حسيتها ومجلس الاداره وكابتن سيد نفسه كان بيقول لك يا عبد الرحمن بالبلدي كده اللي انت شايفه في صالح اعمله. فتم تغيير منظومه البوفيه خالص يعني انت كنت شايف منظومه مختلفه سابقه، تم كلها تطويرها، وان اللعيبه النهارده كلها زي ما قلت لك الرز بيتعمل بالطريقه الفلانيه، الباستا بتتعمل بالطريقه الفلانيه، نسب الدهون كلها اقل في الاكل، الاملاح بتاعه الاكل بتتحسب، انت بخش على الشيفات الملح بتاع الاكل ده اخباره ايه، توابل الاكل دي اخبارها ايه، الخضار نفسه اللي بتحضر ده نوعه ايه، اللحوم يعني حتى قطعيه اللحمه او انت هتتعامل معاه بانهي نوع من اللحمه، تمام، الستيك الفليه او ايا كان اللي انت هتستخدمه، انواع الاسماك نفسها. في البروتين مثلا موجود في في الفراخ بيختلف عن البروتين اللي موجود في اللحم؟ مش بيختلف قد ما ممكن يكون في البروتينات الحيوانيه جودتها اعلى من البروتينات النباتيه، فده افضله للرياضه بتاعي وسرعه هضمها كمان، تمام، فانا افضل ده للعيب عندي بيلعب كوره عنده احمال بدنيه كتير، ماتش كل 3 ايام، الحاجات دي كلها لازم تبقى في دماغي انا كطبيب تغذيه للفريق، علما ان زي ما قلت لك انا طبيب بشري، يعني انا الكيمياء بتاعت الجسم طبيب بشري، طبيب بشري والله، انا خريج كليه الطب جامعه عين شمس. فكونك طبيب بشري والكلام ده كله منظومه، لا وكان في شغل فيزيك وبتاع، انا شفت صور فيزيك وبتاع، انت كنت من ابطال الفيزيك. يا ابراهيم انا والله انا في المجال، انا في الفتنس اندستري من زمان. برافو عليك. فانا كان بص انت لو سالتني شبه نفسك يعني شبه مجالك انت، ابن هو ده مجالك. هو ده هي دي الفكره بقى. هصدقك يعني ان انا مزجت العلمين الرياضه او الباشن بتاع الرياضه بالنيوتريشن او علم التغذيه، يعني انت ممكن حد بيتكلم في التغذيه كويس جدا بس ما عندوش النو هاو بتاعه الرياضه او اللي انت تبقى في شغف الرياضي، او ممكن بتلاقي حد رياضي ما عندوش الداتا بتاعه النيوتريشن كويس. انا كان هدفي او ما قررت اخش مجال التغذيه كنت عايز ابقى افضل حد فيها في قطاع تغذيه الرياضيين عامه في المنظومه كلها، لاني انا بقدر بعلمي وبعشقي للرياضه او ممارستي ليها على مدار السنوات اللي فاتت دي اجمع بين الاثنين مع بعض. عظيم. ان انت هاو انك تقدر تمارس رياضه وتطوع التغذيه في منظومه الايه الرياضه. طيب شفنا بقى ايه قفشه في قفشه قفشه قلع في بطوله افريقيا سكس باك سبانت وفي شغل كابتن قفشه عملت ايه معاه اصلا؟ بص قفشه زي ما قلت لك تاني جمله وتفصيلا من اكتر الناس المجتهده اللي قابلتها في حياتي، ويمكن هو قفشه سلط عليه الضوء الفتره اللي فاتت عشان اللقطه دي، ولكن احنا الفرقه عندنا فيها اكتر من قفشه والله جدا، بس مفيش حد لسه مفيش حد قلع التيشيرت غير قفشه يعني عشان ما يبقاش فيه تسميه لاحد، يعني مثلا انت عندك كابتن شناوي يعني ده مثل يحتذى به في جميع الاجراءات اللي ممكن تتخيلها في احترافيه كره القدم والله، ومنظومه التغذيه ربنا ما بيديش حد الا اذا كان يستحق، علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، كابتن حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، اليو ديانج ما شاء الله الله اكبر يعني في التشريح بتاع الافارقه دايما قوي، هو اليو ديانج يعني هو فيه هبه، هو جيناته ربنا وهبه ما شاء الله البنيه الجسديه الجيده، ولكن الناس دي كلها مجتهده مجتهده اجتهاد صدقني عنيف. فيمكن هو قفشه سلط عليه الضوء، بس عشان قفشه فعلا فعلا انا بقولها وكل بقولها في كل مكان، قفشه لو في اي حاجه اكسترا ممكن تعملها عشان توصلك للجيد في مستواك هيعملها هيعملها، بس بيقول لك بس انت قول لي مين اكتر لعيب بيغلبك شوف موضوع الاكل؟ ما فيش حد بيغلبني بشكل يعني عارف حتمي، لان كلهم زي ما قلت لك تاني عايز يتدلع شوف الاكل، لا دكتور ما تقلقش عليا يا دكتور وسع عليا، هم تعب معايا جامد ابراهيم الفتره اللي فاتت، تعب معايا قوي قوي يعني المعسكر اللي فات كلهم احنا قاعدين 15 يوم في قطر يعني ما بياكلوش غير اللي عبد الرحمن بيحطه، ما فيش خروج ما فيش دخول ما فيش اي حاجه، كان يعني انا كنت عايز اقول لك ان احد اهدافهم خلصوا بقى من عبد الرحمن ده يعني بصوا يا جماعه شوفوا لكم سكه عبد الرحمن مش هنشوفه تاني. فلا هم كلهم لا بصراحه ليه هقولها لك برضو، الناس دي شافت النتائج. انت النهارده لما تشوف الريزلتس وتشوف الايفكت عليك والتاثير عليك في مردودك البدني هتستخسر يعني تضحي بده، ده برافو عليك صح. فهو النهارده كلهم وانت عارف ان الكره منافسه، وانت النهارده زميلك جنبك عايز تبقى زيه واحسن منه كمان، فهم بينهم روح جميله جدا من ايه ان هم كلهم عايزين يبقوا احسن حد وكلهم عايزين يبقوا احسن ناس، فما فيش حد فيهم النهارده مقرر يضحي بالمنظومه الجيده دي الا يعني الا ما نضر يعني. بس انتوا بتاكلوا اللعيبه شوكولاته بين الشوطين؟
تاكلهم ده كابتن ايمن اللي قال كده مش انا. اكلوا اللعيبه شوكولاته وتاكلوا سبلمنتس يا ابراهيم. دي منظومه برضو كبيره جدا استحدثت في مصر. اجيب لك انا اللقطه بتاعت مروان محسن هتهلي. انا عايزك تعلق عليها. انا ما شفتهاش. انا اجيب لك لقطه مروان محسن واجيب لك اللقطه بتاعت عمرو السوليه عشان تشرح للناس ايه اللي كان بيحصل. انا هتصدق انا ما شفتهاش. بص ادي مروان محسن ده ده جل اهو. ده جل جل ايه ده اللي بياخده مروان ده حاجه بري ورك اوت او يعني حاجه داعمه للطاقه علشان اما يعني مثلا احتمال ان هو ينزل او حاجه فده بيستعد نفسه او بيأهل نفسه ان هو يبقى زي ما قلت لك منظومه دعم للطاقه لجسمه علشان المباراه بتحتوي على اكتر من مواد. انت اللي بتجهزها له ولا هي بتيجي جاهزه؟ لا لا الجل ده بيجي جاهز. الجل بيجي جاهز. احنا بنريكومند احنا اللي بننصح بهذا او ذاك او ما الى ذلك يعني تمام. ماشي. غير اللي كان بياخده عمرو. ماشي. عمرو ده كان منظومه تانية من المكملات يعني بياخده اللي بياخده مروان ده في اللقطه دي. ماشي ده في اللقطه دي. ده جل زي جل تحفيزي عشان الراجل ده لو نزل بالظبط المباراه يكون جاهز. طيب يكون فيها نسب يسال سائل ثانيه واحده شباب ما تروحوناش للقطه بتاعت عمرو السوليه بس الاول. يسال سائل طيب ما هو ده ايه اخباره ايه ده في حاجه جميل جدا جميل جدا يعني ما هو مصرح بيها ولا مضر. مش ولا مش مصرح بيه ولا ده مشطات ولا ده دايما بضربه للناس. تمام. فراخ الفراخ المشويه ماشي. ده اكل ربنا ولا لا؟ صحيح. هل في اي مشاكل؟ لا. عمرك شفت ضرر من الفراخ المشويه؟ لا العكس يعني جميل صح. اي واحد بيعمل نيوتريشن بلان او دايت يقول لك كل فراخ ايه؟ لا فراخ مشويه. لو اكلت 10 فراخ مشويه في اليوم اكيد لا كده هتضر نفسك. هل المشكله في الفراخ؟ لا في طريقتك انت. هاو دو يوسج بالظبط. ذا واي اوف ذا يوسج هي المشكله. المكملات منتجات طبيعيه او منتجات جايه من الطعام بمعنى ادق يعني منتجات كلها مصرح بيها في نطاق وحدود الوادة اللي هي المنظمه العالميه للمنشطات. ماشي تمام. انت النهارده في مواد مصرح بيها تستخدم فانت طول ما انت بتستخدمها بالطريقه المثلى والاستخدام الامن مفيش اي مشكله. تمام. وده اللي بنعمله مع الرياضيين بتوعنا في النادي الاهلي. لكن اي واللي بيتكشف عليهم في افريقيا واللي بيتكشف عليهم في المحافل الدوليه في تمام المنشطات والناس دي بتاخد الحاجات دي معانا من فتره ومفيش لعيب حصل له اي مشكله. تمام. ما يثار عنها من تاثيرات صحيه سيئه او تاثيرات على تحليل نشاط اللعيبه انت زي ما قلت لك على كف ايدك كده احنا عندنا اللعيبه في افريقيا من كام موسم ومفيش اي مشاكل الحمد لله. تمام. تحاليل اللعيبه كلها كويسه. تمام. فانت استخدم المنتج بالشكل الجيد بالتوصيه الطبيه الجيده مش هتلاقي منه اي اضرار. والمثل زي ما قلت لك بيضرب لو انت خدت المواد نفسها بشكل سيء لا تتهم الماده ولكن اتهم الايه الاستخدام طريقه الاستخدام. ده اجينست تماما ان انت تستخدم مواد ايه محظوره. المكملات هي ليست مواد محظوره او ليست مواد منشطه. تمام. وحاليا المكملات في مصر بقى مصرح بيها بوزاره الصحه وبكشوفات عليها بتحاليل المواد اللي فيها هل فيها اي منشطات او لا. بنقعد نقول للناس كده بس مش كل الناس بتستوعب القصه دي عشان كده زي ما قلت لك تاني لا تتهم الماده ولكن اتهم الاستخدام. ولازم يبقى في وعي للناس ان احنا ما بننصحش بالمنتجات الرياضيه. يعني انا مثلا النهارده بتكلم معاك في المكملات عشان بتكلم على مين؟ على الرياضيين. رياضيين. ما بنصحش العوام. يعني انا بنصحك بمكمل لو انت في احتياج ليه. لكن احنا مش بندفع سياسه عشان معينه عشان تعوض بالظبط. الرياضي له احتياجات عاليه يا ابراهيم. النهارده الاثليت او الرياضي احتياجاته من البروتينات عاليه عن الواحد الطبيعي. عدد الجرامات اللي المفروض تخش جسمه من البروتين اكتر من حضرتك. مثلا انت واحد مثلا غير رياضي او فلان غير رياضي افرض هو مش قادر يوفي ده كله من الاكل فلازم ابدا ادخله مكمل. في اوقات في المردود البدني انا بحتاج فيها بروتينات سريعه الهضم والامتصاص زي بعد التمرين مثلا او كريكفري بعد مباراه عنيفه عظيم او مهدور عضلي علشان التمرين الشديد اللي بنعمله في النادي مثلا مع اللعيبه. فمش هينفع اقول له مثلا خد بقى بعد الاكل على او مثلا بعد التمرين على طول يلا نص فرخه. لا بس ممكن اديله مثلا سكوب من مكمل للبروتين يساعده على ان عضلاته دي تستشفي سريعا عشان هو هضمه وامتصاصه ايه سريع. فبدات تمزج سياسه ايه استخدام المكملات المصرح بيها للعيب مع التغذيه بتاعته فتلاقي ان البرفورمانس يبقى ايه اعلى احسن. صحيح. عمرو السوليه بقى ايه اللي كان بياخده؟ عجب لك برضه اللقطه؟ عمرو كان جيل تاني. عمرو كان بيلعب الماتش. تمام. فكان خلص شوط اول. احنا في الماتش يا ابراهيم بالبلدي كده بنفقد ايه؟ ميه وايه املاح وايه وسكر انت بتقدر تاكل يا ابراهيم اثناء المباراه؟ ده الجيل بتاع عمرو. انت بتقدر؟ انا عن نفسي لا انا بتمرن ما باكلش وقت التمرين. اي واحد في المردود البدني بتاعه ما بيقدرش يقعد يدخل اكل. فبنحاول نعوض السكر اللي هو بيفقده على مدار مجهود البدني على مدار الشوط الاول. ماشي. فبندي لهم مواد تساعد على تعويض ثلاث حاجات. واحد هي المياه اللي هي مفقود العرق. اثنين املاح اللي هي مفقود الاملاح في العرق عشان ما يحصلش كرامبات. احنا بنعوض ميه وملح وسكر. فيبدا ان اللعيب مثلا زي ما قلت لك ايه الناس اللي ممكن ما تعتمدش المنظومه دي. والكرامبات دي اغلب بتحصل انه الميه بتقل اللي في حاجتين ميه وملح. وملح فانت بيحصل كرامبات بالظبط. دي احد المنظومات. الكرامبات اسبابها كتير. مشاكل عضليه او عدم كفاءه مش التدريب بس ده اللي هو لكن احد العوامل المهمه هو
الارواء اللي هو الشرب الهاو تو درينك يعني تشرب ميه، ونسبه الاملاح اللي انت بتفقدها في العرق اللي ممكن انت ما تكونش بتعوضها بشكل كويس، فيبدا يحصل ايه؟ شد عضلي. اوكي. فالنهارده انت لما تامن اللعيب بتاعك بالميه بتاعته، احنا بنحسب الميه يا ابراهيم. بنحسب الميه. بنحسب الميه، وبنطلب من اللعيب يشرب كميات ميه. يشرب ايه؟ 4 لتر مثلا؟ حد ادنى. حد ادنى 4 لتر. 4 لتر مية. اكتر من 6 لتر مثلا. حسب بقى، انت ممكن في اوقات زي افريقيا لما كنا في سان داونز دي كنت اللعيبه بتشرب بالواجب. تستلم الازايز وتشربها. فعلا. تتلعب على مستوى فوق سطح البحر ب 1200 قدم او 1300 قدم. ده رطوبه مختلفه، اجواء مختلفه، نسبه اكسجين مختلفه. فوارد جدا ان انت يبقى درجه حراره مختلفه بكمان الساعه 3، انا مش هنسى الماتش ده. ايوه. فانت بتقرق كتير، فبتفقد ميه كتير. فوارد جدا ان انت تبقى متمرن كويس، واكل كويس، وكل حاجه كويسه، وتلاقي البرفورمانس ساعه كويس عليه. فائد ميه كتير. فائد ميه مش معوض جسمك. واغلب وزن العضله بيبقى ميه. بالظبط 70% من وزنك. والكونتنت بتاع العضلات هو ايه؟ ميه. ميه. امتى هنروح لتحليل الدي ان ايه اللي كنا بنتكلم فيه؟ بص يا ابراهيم، خد بالك ما كانش حد عارف الموضوع ده خالص، بس انا بص عشان انا تاني بقولها لك. هقول لك انا من الاخر يعني. إيه؟ انا هقول لك من الاخر. انا صديقي وبشرف اقولهالك بشرف ده بيجرومي. بيجرومي. وانا ما كان ليا ان انا اعرف المعلومه دي الحقيقه. عشان كده انا مبسوط لرامي جدا جدا، لانه فعلا قصه نجاح عبقريه. عبقري. عظيمه. ده ده مصري. قمه التواضع. اكمني في الاندستري بتاعت العضلات دي، فانا عارف. فانت يعني عارف يعني رامي عامله ازاي. طبعا طبعا. متواضع ومؤدب واغلب. معلش انت برضو عارف. انا قابلت يا رامي. اغلب ابطال كمال الاجسام بتبقى العمليه واخده رايحه معاهم في سكه حته تانية خالص. حته تانية خالص. اللي هو يعني لا ده انسان جميل. انسان لا جميل. لا حاجه عظمه يعني، حاجه تشرف يعني. فكنت بتكلم معاه فقال لي لا بص خد بالك دلوقتي احنا بنتكلم على تحليل الدي ان ايه. ايه اللي انت تاكله يعمل لك خطتك الجينيه. برافو عليك. فاللي ياكله الدكتور عبد الرحمن غير اللي ياكله عبد السلام مثلا، او غير اللي ياكله ابراهيم، وده يفرق معاه يعمل له شيب كويس. وانت تفتكر ان هو بياكل ده، فانت تيجي تاكله ما يظبطش معاك. فعشان ما نتعبش نفسنا، تحليل الدي ان ايه ده بيتعمل في كندا. في كندا بالظبط. كندا والمانيا. بيني وبينك الموضوع لعب في دماغي. بس حصل بقى دخلت في موضوع الجلطات والبتاع وبتاع، فانشغلت. بس ان شاء الله باذن الله. فكنت بتكلم معاك في الموضوع ده في مداخله، فانت حتى استغربت. وبعدين حصل انا قلت لك ما اعرفش انت تعرفه بصراحه. يعني انا بص انا برضاش اتكلم في الموضوع ده. احنا يمكن هنا بيعتبروها شويه انت دي لقطه انت بتتكلم في ايه، او يعني انت جاي تتفزلك علينا في ايه. الدي ان ايه معروف من فتره. من فتره طويله، يمكن بضعة سنوات يعني. تمام. وبرضه هقولها لك علشان ما يبقاش عبد الرحمن بينسب له ما هو يعني مش بتاعه. انا اللي لمح لي للموضوع ده او اللي عرفوني برضه هو مين؟ ابو العلا. دكتور محمد ابو العلا. بالظبط. ابو العلا كان هو الرائد في الموضوع ده، كان في المنتخب. هو اللي لما كانوا في فتره كاس العالم. هو اللي قرر او هو اللي اتجه لموضوع الدي ان ايه مع الفريق. ومنه ثقه فيه النادي الاهلي. عظيم. فانا لقيت الحاجات موجوده. موجوده بالظبط. الفايلات كانت موجوده، الخريطه الوراثيه بتاعت اللعيب اللي كانوا موجودين في الفترات دي، اللي كانت في الفتره اللي كان حصل فيها الاجراءات دي كانت موجوده. عظيم. فطلعت انا بقى انا المعلومه عندي بس كنتش متخيل انها معموله ابلايد. بالظبط. تمام. فما لقيتها بدات انا عايز وراها زي ما بقول لك كده اشوف الكلام ده. خلينا نوضح للناس ابراهيم يعني ايه الدي ان ايه. تمام. الفكره ان انت الخريطه الوراثيه بتاعتك كلها ممكن تستخلصها من اللعاب بتاعك. انك تاخد عينه من اللعاب. أيه. ويتعمل له تحليل الدي ان ايه بتاعك، وتبدا تشوف منها ادق ما تتخيله من تفاصيل في حياتك. ايوه. تمام. لو هنتكلم بس في قطاع التغذيه وده اللي يهمنا دلوقتي، انت بتقدر تتحسس كده في جسم الانسان على حساسيته للنشويات. استجابه جسمه للبروتينات. حساسيته للملح، ياخد ملح قد ايه. احتياجاته للفيتامينز والاوميجا قد ايه. احمال تدريبه وعضلاته محتاجه ريكفري كل كام يوم. يعني كان بيدي ريكومنديشن ساعات يقول لك ايه، لحضرتك محتاج ساونا مثلا ومساج مرتين في الاسبوع. لا انت مره. لا انت لا يو شود يعني شود تيك كير انت تاخد بالك من احمال انتي اوكسيدنتس، مضادات الاكسده. عشان انت عرضه اكتر للاكسده في جسمك. عظيم. فتلاقي نفسك بتتصاب وانت مش عارف ليه. عشان انت جسمك في ستريس من الـ من الـ من الفري راديكلز دي اللي هي محتاجه مضادات اكسده، فحضرتك بتتعب وانت مش عارف. احمال اللاكتيك اسيد، حمض اللاكتيك اللي بيجي في العضلات. حساسيه جسمك للالكحول. الناس اللي هي ممكن تكون مثلا كمان تحب تعمل بره، فبيقول لك حساسيه جسمك للكحول اخبارها ايه. تمام. فبتلاقي ان انت الموضوع لا 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 ده زي ما انا متخيل بقى، يلا خد ادي التفاحه وادي الزبديايه والليمونه والجو اللطيف ده. علم التغذيه عميق قوي يا ابراهيم. فالجينيتك ماب يمكن هي مش منتشره في مصر قوي، بس احنا بنحاول. انا ان شاء الله يعني سون لي هتلاقي ان الموضوع ده ان شاء الله انا زي ما وعدك في ان شاء الله في اخبار لطيفه فيه يعني ان شاء الله باذن الله.
دكتور عبد الرحمن انا اتبسطت جدا جدا بالحوار معاك. والله يا ابراهيم انا اسعد. ممتع جدا وانا دايما كلام العلم بحبه جدا وبحب اسمع صوته كمان في ميكس الرياضه. يعني كلام العلم في الرياضه بيبقى عشان الناس بس ما تبقاش فاهمه انه اولا ان احنا متاخرين. لا الحمد لله احنا على مستوى كويس دلوقتي. انديتنا المصريه واحنا لما بنتكلم على النادي الاهلي هو يعني في تطور دائم ومستمر، فدي حاجه عظيمه وحاجه تشرف. والاهم من كل ده كمان انه الناس تعرف انه في ورا كل نجاح في تفاصيل مهمه. حقيقه ابراهيم انا زي ما قلت لك تاني، احنا انا بالنسبه لي النادي الاهلي كان حلم. انا مشجع اهلاوي من زمان من ايام انا لسه صغير ونسيب الكليه عشان اشوف الماتشات. انا بقول لك كاس العالم ده كان بالنسبه لي في 2006 ده كنت بسيب كليتي عشان اروح اتفرج. صحيح. فإن أعيش ده تاني جوه النادي الأهلي وأنا حد فطر يعني أو فطن على حب النادي الأهلي، ده كان بالنسبة لي حلم. وكان انضمامي لمنظومة النادي الأهلي وشفت بقى بنفسي ال- 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 السعي من الإدارة ومجلس الإدارة وجهاز الكورة إن أنت كل ما هو ييسر للرياضي أو للعيب الكورة المنتوج الكويس أو النتاج الكويس بيتوفر. صحيح. دكتور عبد الرحمن انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا ودايما بستمتع بحضرتك. شرفتني يا ابراهيم. تسلم لي. تسلم لي. ربنا يخليك. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الحوار الممتع ده الى حوار ممتع اخر مع الكابتن ابو طالب العسوي نجم نادي الاسماعيلي والمدير الفني السابق لنادي الاسماعيلي. نبحث في الاسباب والتفاصيل المتعلقه بالنادي الاسماعيلي بعد الفاصل، خليكم معنا.